تفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بزيارة إلى جناح وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم المصاحب لمنتدى التعليم العالمي العاشر والذي أقيم في مركز دبي التجارية العالمي. كان في استقبال سموه سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم حيث قدم لسموه الكريم عرضا موجزا على المشاريع التي تنفذها الوزارة في المراحل التعليمية كافة ضمن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب ومن أبرزها مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان والتسامح ومشروع التمكين الرقمي في التعليم واستعدادات الوزارة للمشاركة للمرة الثانية في مشروع تحدي القراءة العربي الذي يأتي بمبادرة كريمة من سموه ويستقطب أعدادا كبيرة من الطلبة من مختلف الأقطار العربية والدولية. وشهد جناح الوزارة إقبالا كبيرا من زوار المعرض حيث اطلعوا على جهود الوزارة التعليمية المختلفة. إن مشاركة مملكة البحرين في هذا المعرض والمنتدى يأتي تعبيرا عن العلاقات الوثيقة التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. كان جناح البحرين يضم العديد من البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة والتي تهدف إلى الارتقاء بمسيرة التعليم التي قطعت ولله الحمد شوطا متقدما بفضل الدعم والمساندة التي تجدها الوزارة من قيادة بلدنا العزيز يحفظها الله ويرعاه.